الاكتئاب لي ديبرسيون، هذا الموضوع هذا ديال هذا مرض العصر اللي هو مرض الاكتئاب، هو مرض العصر. علاش مرض العصر؟ لان اول مرض في العالم، اكثر الناس في العالم تعانيوا من هذا المرض هذا اللي هو سميتو مرض الاكتئاب. مرض الاكتئاب طبعا ماشي نقولوا راك مريض من ناحية العقليه ديالك، ولكن هو المزاج ديالك، داك المزاج ديالك اللي تيكون منخفض، يعني تيكون ديبريست مود، او لا يعني الشعور بالحزن. هذاك الشعور بالحزن هو اللي تنسميه حنا كاطباء نفسيين يعني الاكتئاب. وهذا الاكتئاب فيه درجات على حسب داك الحزن ديالك، الدرجات ديالو على حسب المشاكل ديالك. اذا هناك ما يسمى الاكتئاب الخفيف، لي ديبريسيون سامبل، هناك الاكتئاب المتوسط او لا لي ديبريسيون يعني مويان، وهناك لي ديبريسيون يعني الحال ديال الاكتئاب الخطيره، لي ديبريسيون غراف. اذا هذا الاكتئاب كما قلنا تيكون الانسان شنو الاعراض ديالو بصفه عامه، وطبعا كما قلنا فيه الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. طبعا يعني تيكون بعد نوبه الاكتئاب خصوصا بالدرجه الثانيه مصاحب باعراض جسمانيه، يعني تيكون واحد مثلا تيجي حريق الراس، يشكي مثلا بالمعده، تيشكي بالكولون، تيشكي بكذا، يشكي باعراض بالاليرجي، بكعده اعراض جسمانيه تتسمى يعني سوماتيك، يعني هذه الاعراض جسمانيه يجسد الانسان القلق ديالو والاكتئاب ديالو. كما قلت دائما الا ما هضرتيش فمك الجسد ديالك تيهضر. وفي الاكتئاب الخطير تيكون بعد نوبه الاعراض يعني دهانيه، يمكن مثلا يجيو بعد الانسان ما يسمى يعني اصوات وخيالات وديزيدي دو كولبابيليتي على الخصوص، يعني وخصوصا ما يشكل في الخطر هذا الدرجه الخطيره، وهو الافكار الانتحاريه لي زيد انواغ لي زيد سويسيدير. وتيكون الانسان بحال كيما دائما يعني شحال من حاله تنشوفوا ديال الاكتئاب، تيقول بحال الانسان انا ميت ماشي عايش، يعني الانسان عايش ولكن هو ميت يعني بدون شعور. اذا شنو هما هاد الاعراض ديال الاكتئاب؟ الاعراض ديال الاكتئاب تيكون الانسان كما قلنا تيشعر بالحزن، تيشعر بالالم، ما عنده رغبة حتى في شي حاجة، ما عنده رغبة لا ياكل، ما عنده لا رغبة لا يشرب، ما عنده لا رغبة جسمانية، ما عنده لا رغبة باش يدير مكياج، ما عنده رغبة باش يلبس، ما عنده باش رغبة باش يتلاقي الناس. يعني كما تنقولوا الإنسان بالمفهوم العام على أنك ميت، يعني حي ميت، يعني في عوض ما يكون مدفون تحت الأرض يعني موجود فوق الأرض ولكن ميت. يعني الشعور ديالك من المهم برود يعني في العواطف ديالك، ما تتحس حتى بشي حاجه، ما كايناش اللذه، شكون ابل لانيدوني. لانيدوني هي انعدام اللذه وانعدام الرغبه، اضطرابات النوم، تيكون الانسان ما تينعش مزيان، تيكون تيفكر بزاف. اذا يعني سميتو هكا كما قلنا بعد نوبه تيكون الاعراض جسمانيه، يعني تضر المعده، الكولون، كذا سميتو. وكذلك يعني كما قلنا خصوصا تيكونوا الافكار الانتحاريه، لي زي دي نوار. زيد نوار زيد سويسيدير اللي ممكن تؤدي بالانسان الى الانتحار. لاي حال مثلا هما مثلا في الغرب عندهم هذه القضيه ديال الانتحار هو السبب الثالث في الوفيات، لتروازيام كوز دو مورتاليتي اون اوروب في الاوكسيدون. اذا يعني كما قلنا كذلك من الاعراض ديال هذا الاكتئاب تيكون الانسان تيشعر بالتعب، العياء، العياء الجسدي، العياء النفسي، يعني كما قلنا الدنيا طالعه له في الراس، الموت يفكر بزاف وساوس. يعني ديال الاكتئاب هنايا المورال ديالك ما كاينش، والرغبات بصفه عامه ما كايناش. هذه نقولوا بعض الاعراض وجل الاعراض الاكتئابيه. اذا الا كانت هذه الاعراض فيك، يعني واش فيك الاكتئاب؟ فيك الاكتئاب. واش الدرجه ديالو خفيف؟ واش الدرجه ديالو متوسط؟ واش الدرجه ديالو خطير؟ اذا ما يبقاش الانسان يعيش بهذه الاعراض ديالو الاكتئابيه، لان طبعا راه تدمرك هذا الاكتئاب ويقدر يؤدي بك للانتحار، سكون ابيل لي زامبولسيون سويسيدار. يعني ملي تيكون الاكتئاب خطير ما تيشعرش الانسان ديالو حتى تيقدم على الانتحار. اذا هو شعور خطير حقيقه. طبعا هذا الاكتئاب ما يسمى دابا حاليا الاكثريه عنده يعني اسباب، ما يسمى لي ديبرسيون رياكسيونيل، يعني الاكتئاب الناتج على المشاكل، مشاكل الزوجية، المشاكل المادية، المشاكل ديال الأبناء، المشاكل الصحية، المشاكل ديال العمل، لو بورن أوت، الناس تيخدموا بزاف، تالي تيتقهروا. خصوصا حنا المشكل عندنا مثلا نقولوا في المجتمعات العربية والمجتمع المغربي ديالنا، خصوصا عند العيالات، على الأقل يعني أقل شيء يكون 20% ديال النساء
عندنا المغربية يعانيوا من الاكتئاب. إلا كان القذف السريع أقل شيء 50% 60% ديال الرجال، تنظن الاكتئاب تا هو أقل شيء بين 50% 60%. علاش؟ أن المرأة المغربية تتحمل وتتصبر وتتعيش على داك المشاكل ديال الليل ونهار، وعندك 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 وتتعيش داك المشاكل اللي ضربها الراجل تتصبر، تكرفص عليها الراجل تتصبر، ما عندهاش جناح باش تطير، ما عندهاش يعني الاستقلالية الذاتية الاستقلالية المادية، ولذلك تتعيش مأزمة الحياة ديالها وتتصبر، لأن المجتمع المغربي ما تيشجعش مثلا على الطلاق، وهذا من أكبر الأخطاء ديال الإنسان. إذا كنت عايش في اكتئاب وداك الاكتئاب ناتج على المشاكل، حسك ضروري باش تعالج المشاكل. طبعا أنا نعطيوك شي أدوية باش الحمد لله تولي مزيان، ولكن ضروري تخرج من المشاكل، وداك المشاكل بحال النار تتكون تتكويك وتتحرقك. إذن يعني حقيقة مأساة كثيرة تعيش المجتمعات العربية. المرأة المغربية بصفة عامة يقدر الراجل يعني الخسارات المادية والتجارة، من تتخسر هي تتسبب مشاكل بالنسبة للرجال، المشاكل الجنسية كذلك كثير من الرجال ملي تمشي لهم مثلا مشاكل ديال الانتصاب ولا كذا، تؤدي هذه القضية هو إلى صراعات كبيرة داخلية، لأن الراجل عنده الروح ديالو هو انتصاب، هو المشكل الجنسي. إذن كثير من الرجال كذلك اللي يمكن لهم يكتئبوا يعني فقط الظروف يعني الجنسية ديالهم. إذن المشاكل كثيرة، كاين اكتئاب يعني كذلك عاوتاني شكل من أشكال الاكتئاب ديال القطب ذو القطبين، يعني تيكون وراثي، يعني تجبر يماه يجمع عند يماه ولا باه ولا شي واحد من العائله عندهم الاكتئاب، وتيكون بعد نوبات يعني حاله نفسيه مزيان، وبعد نوبات يدخل في الاكتئاب، وبعد نوبات عاوتاني يخرج. هناك الاكتئاب ذو القطبين، يعني نوبه يكتئب نوبه يكون الحاله ديال الهوس نشاط وفرحان وكذا وسميتو. هناك الاكتئاب كذلك سكيزو افكتيف، يعني تيكون حاله الفصام مختلطه بحاله ديال الاكتئاب. إذا كما أشرنا هذه الأسباب ديال الاكتئاب كثيرة جدا، وممكن يعني كما أشرنا الاكتئاب مرض العصر، أول مرض نفسي ومن أكثر الأمراض انتشارا في العالم. إذا إلا كان فيك هذه الأعراض اللي ذكرناها، الحزن، الشعور بالحزن والآلام، يعني حتى الألم وحريق الرأس واضطرابات ديال النوم، أعراض نفسية، أعراض جسدية، الرغبة ديالك مشات، ما عندك رغبة حتى شي حاجة، ما عندك رغبة في الحياة، ما عندك رغبة في الأكل، ما عندك رغبة في الشرب، ما عندك رغبة في تلبس، ما عندك رغبة تخرج، ما عندك رغبة تسافر، يعني كما أشرنا بصفة عامة إلا بغينا حاجة أخرى هو أنك ميت حي، يعني انت على وجه الارض ولكن ميت، يعني ما كاينش شعور، ما كاينش لذة، ما كاين حتى شي حاجه. اذا الانسان اذا كان في الاكتئاب اشنو خصو يدير؟ طبعا هاد الاعراض خصك تمشي تشوف طبيب نفساني، مزيان ضروري تشوف طبيب نفساني في اول يعني في حاله استعجاليه. علاش؟ لان الاكتئاب ممكن يؤدي بك اذا الى انتحار والى الوفاه. وهنايا طبعا راه تشوف حصص مع الطبيب النفساني ديالك. طبعا حنا تنعطيو بعض الادويه ضد الاكتئاب، ولكن ما بقاتش في الادويه، ضروري تعالج الظروف ديالك يعني الاجتماعيه. كما قلنا الا كنتي في المشاكل بحال النار، اذا شنو الا تبقى فيها، الا بقات فيها راه تحرقك، والا بقيتي فيها راه تحرقك، راه تبقى انت مكتئب الحياه ديالك. اذا شنو خصك دير؟ خصك تخرج منها ضروري، واخا تكون يعني مثلا انسان مجوج. واحد السيده عندي مثلا كانت مجوجه وزواج الحب وكذا، ومن بعد عاشت مشاكل كثيره حتى طلقات، عاد شعرات بالسعاده. إذن قلت لها تبارك الله تنشوفك سعيده، قالت لي الحمد لله ملي طلقت دابا راني مزيان. هذه القضيه شنو معناتها؟ يعني الانسان ما خصوش يصبر على المشاكل، وما خصوش يعيش بالمشاكل، ما تشوف مشاكل، ما ترى مشاكل، ما تهم. هذه من جمله الاسباب ديال العلاج. إذن ضروري تشوف طبيب نفساني، ضروري مثلا إلا كان الطبيب ديالك عطاك شي دواء تاخذو. إذن كما قلنا أسباب الاكتئاب كثيرة جدا. إذا نتمنى على أنكم استفدتوا من هذه الحصة هذه، نتمنى وإن شاء الله تشاركونا في فيسبوك دكتور بنياشو، في يوتيوب دكتور بنياشو، انستغرام دكتور بنياشو، تيك توك دكتور بنياشو. نوعدنا كل يوم الاثنين على الساعة 10 بالليل في ما كنتي في أنحاء المغرب أو في أنحاء العالم، إحنا موجودين، ممكن نساعدوك عن طريق التليكونسلتاسيون، يعني فحص عن طريق يعني فيديو كاميرا واتساب، حيث جالس معايا في العيادة أو لحسن. إلا كنتي باغي الفحص تدخل لي اوكي باغي الفحص جو في اون كونسلتاسيون اولا اون تيلي كونسلتاسيون. رقم العياده هو 05 22 26 52، اولا رقم الواتساب هو 06 64 00 95، ولا 06 64 00 33 30. شكرا لكم، وادام الله عليكم الصحه والعافيه.